الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع شبهات القوم الذين ابتدعوا في دين الله بدعة لم تعرف في الأولين ولا في السابقين، وهم من المتخلفين المتأخرين، وقالوا بأن عقيدتهم أحكم، نعم، وعقيدة السلف أسلم. وهؤلاء القوم تخلفوا عن الرجل وحادوا عن الطريق وانحرفوا، لذلك استحقوا أن ينزلوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وتكلمنا عن هؤلاء القوم من شبهاتهم أنهم جعلوا العبادة لا تكون عبادة إلا بمصاحبة الاعتقاد، ما تكون عبادة مستقلة. وأيضا جاء في تفسيرهم لا إله إلا الله، يعني لا رب إلا الله. وقلنا هناك مآخذ كثيرة، أخذنا منها المأخذ الأول وتكلمنا عنه في هذا الباب، بأن الرب غير الإله وإن كان التلازم موجود، يعني الربوبية تستلزم الإلهية والإلهية تتضمن الربوبية. والمأخذ الثاني من ناحية اللغة أنهم لما قالوا الإله بمعنى الرب خلطوا لغة، يعني في اللغة أيضا خلطوا في ذلك، لأن الرب يأتي بمعنى مالك الشيء وصاحبه، بمعنى مالك الشيء وصاحبه، ولا تطلق هكذا بالتعريف دون الإضافة إلا على الله عز وجل، لأنه الذي خلق كل شيء وملك كل شيء هو مليكه سبحانه جل في علاه. قال ابن منظور: الرب هو الله عز وجل وهو رب كل شيء، أي مالكه. شو ما تكلم عن الإلهية هنا الآن، مالكه وله الربوبية على جميع الخلق. يا رب أمين رضوانك أحد، لا شريك له هو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك، ولا يقال الرب في غير الله تعالى إلا بالإضافة. يقول ابن الأنباري: الرب ينقسم إلى ثلاث أقسام، يكون الرب هو الملك، ويكون الرب السيد المطاع. قال الله تعالى: فيسقي ربه خمرا، قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن. وقال ابن جرير: أما تأويل قوله رب، فإن الرب في كلام العرب متصرف على معاني، فالسيد المطاع فهي فيها يدعى ربا، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة: وأهلك يوما رب كندة وابنه، ورب مات بين خبت وعرعر. وقال وحاصل كلام ابن جرير الطبري على الرب أنه بمعاني ثلاثة: الرب هو السيد المطاع، رضي الله عنك يا أبا آيات، حفظك ربي حبيبي، ما أكرمكم وأحسن ما أنتم فيه. حبيبك أنا أريد، حبيبي أستاذ محمد رجب، أريد أراك، أريد أجلس معك وأراك، رضي الله عنك حبيبي. الرب يأتي بمعنى السيد المطاع، ويأتي بمعنى المصلح للشيء، وأيضا المالك للشيء، وهذه المعاني الثابتة لله تعالى بتمامها وكمالها لله، لا شريك له سبحانه جل في علاه. أما قول أهل البدع والضلالات أن الرب معنى الألوهية وأخذوا معنى اعتقاد الربوبية في المعبود، مخالف لما دلت عليه اللغة من المغايرة بين كلمة الإله وكلمة الرب، يعني هم خلطوا اصطلاحا ولغة، ولأن القوم على بدعة فالهوى قادهم إلى ذلك، على أنه يصح التعبير بالرب عن الإله وبالإله عن الرب، نعم، حيث إن الإله لا يكون كذلك إلا باتصافه بالربوبية، يعني تقول: الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو المستحق أن يسجد له وأن ينظر له وأن يذبح له. وأيضا الرب المالك لكل شيء هو الذي يستحق العبادة. وهذا تلازم، قلنا أن العلاقة بين الربوبية وبين الإلهية علاقة استلزام وتضمن، علاقة استلزام وتضمن، والمعنى هنا أنه تلازم بين الرب وبين الله الذي خلق ورزق، كما قال الله تعالى: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه والذين من قبلكم، فأمرهم بالعبادة لأنه الذي خلق ورزق وأعطى منه.
والإلهية تتضمن أيضا الربوبية، والإلهية تتضمن الربوبية، وهذا التلازم لا يصدق إلا في حق الله تعالى، إذ هو الحق في ربوبياتي وألوهياتي. لذلك فإن مصداق الرب عين مصداق الإله في نفس الأمر، وهو أن الله تعالى وحده المستحق للعبادة، فله الألوهية والعبودية على خلقه، وهو سبحانه الرب المتفرد بالخلق والملك والتدبير والعطاء والمنع والإحياء والإماتة. إذن المعنيان راجعين إليه وحده، صح إرادة أحدهم بالآخر في قولي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم وهم يحزنون، وكما جاء في حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. وهذا من ناحية الاستلزام، من ناحية الاستلزام، فإن الربوبية تستلزم الإلهية. قل ربي الله ثم استقم. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في الرد على من فسر الإله بأنه القادر على الاختراع، قال فإن قيل قد تبين معنى الإلهية الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارات؟ قيل الجواب من وجهين، أن هذا قول مبتدع لا يعرف، لا يعرف أحد قاله، لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا. الثاني على تقدير تسليمه، فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع. كما قلنا المسألة هنا في الإلهية والربوبية لهم علاقة، لهم علاقة، علاقة استلزام وتضمن. الربوبية تستلزم الإلهية، فنقول هنا العلاقة علاقة استلزام وتضمن، فالربوبية تستلزم الإلهية، فالذي خلق ورزق وأعطى وأمات، وإن من شيء عندنا خزائنه وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلى الله رزقها، هذه تستلزم أن تعبده وحده وألا تشرك به شيئا، وأن تنظر له وأن تذبح له وأن تتوسل بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فهنا الربوبية تستلزم الإلهية، وإذا وجدت عابدا حظك ربي حبيبي وشكر لك إحسانك وبرك، إذا وجدت عابدا ساجدا مستغفرا، وإذا وجدته يعني قد صرف العبادة لله جل في علاه، فاعلم أن قلبه امتلأ بالاعتقاد في ربوبية الله جل في علاه، أن مالك الملك هو الله، وأن مدبر الملك هو الله، وأنت عليك أن تقول كما نقول نحن في البلايا والرزايا رضينا بالله ربا، ما قسمه الله كله خير، وما قدره الله كله خير، والله لطيف يمحص العباد ويغربلهم بالمواقف ليكشف المعدن الأصيل من الزيف البهرج الخائن اللئيم، الله له حكم في ذلك. وأيضا الرجولة لا تشترى، الرجولة والشهامة لها أناس خلقهم الله له، فلذلك الله ينزل المواقف من أجل أن يغربل الناس، هناك وضيع وهناك رفيع ولا يختلطان، لأن الله جل وعلا يأبى أن يضع الشيء في غير موضعه سبحانه وجل وعلا. المأخذ الثالث في هذا الباب، شيخ محمد مصطفى كيف أنت حياك الله حبيبي، أن ما ذكروه في ذلك وقيدوه باعتقاد الربوبية في المعبود يقتضي أن يكون قوم موسى لما اتخذوا العجلة قالوا هذا إلهكم وإله موسى، أنهم يعتقدون أن هذا العجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو الذي يعني أمر ونهى، وهم لم يعتقدوا ذلك بحال من الأحوال. ولذلك لما أنكر عليهم هارون قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولذلك يقول الله جل وعلا عن بني إسرائيل وما هم فيه، وهم يعلمون أن القوة والبطش والقدرة المطلقة لله جل وعلا، قال واترك البحر رهوا، شوف أغرقهم في اليابسة وأنقذ موسى ومن معهم، عندما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أستاذ أسامة رضي الله عنك حبيبي فضيلة الشيخ الكريم، فانظر كيف قال الله جل في علا وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هو الآن صار في عبادة، لم يعتقدوا في أبدا الخلق والرزق والإعطاء والإحياء والإماتة في هذا، لأنهم يعني يعتقدون أن الخلق والتدبير لله جل في علا. ولذلك الله جل في علا لما حج بني إسرائيل لما عبدوا العجل
حجهم الله جل في علا بقوله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني هم يعلمون يقينا أنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يسمع دعاءهم ولو سامعوا ما استجابوا لهم، ويعلم أنه لا يملك كلاما ولا صمتا ولا حركة. لذلك قال الله جل في علا، قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهذه فيها دلالة أيضا على أن هؤلاء القوم أيضا جهلوا ما علمه بنو إسرائيل، يعني هم أجهل من مشركي العرب المبتدعة هؤلاء الذين جعلوا الإله في الربوبية. هؤلاء جهلوا ما علمه المشركون، وجهلوا ما كان عليه اليهود والنصارى، وهذا دلالة على أن في جهلهم الخسارة والبوار والعار وفي الآخرة النار. والمأخذ الرابع في ذلك أن ذلك يقتضي أن لا يكون هناك أقوال ولا أعمال شركية بذاتها، وده المشكلة كما قلنا هترجع أيضا للإرجاء، لما يعتقدون في الإرجاء، فهم لا يرون عملا بذاته كفر، ولا يرون عملا بذاته شرك، هم يرون أن الأعمال والأقوال تكون كفرية تكون شركية إذا صحبت اعتقاد فقط، وده قول المرجئة. وهذه مسألة عظيمة جدا، مفارقة علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة من أهل البدع والضلال. لا هناك أقوال بذاتها كفر وأعمال بذاتها كفر، ولذلك السجود للسلام كفر بذاته دون أن يصاحبه اعتقاد في ربوبية المسجود له. النداء التوسل الدعاء يقول يا بدوي افعل يا بدوي، أو الدعاء للبدوي هنا عندما يقول ده نداء، هذا كفر أصلا في ذاته كفر، لأن الدعاء أصلا عبادة، الدعاء بذاته عبادة. نهيك الآن على الاعتقاد، دع الاعتقاد، الدعاء بذاته عبادة. لذلك لازم قولهم أنه لا يمكن أن يكون من الأعمال التي سمى الله شركا أن تكون شركا، وده تحريف الكلمة عن مواضع الله سمى شركا، وأنت تقول ليس بشرك إلا أن يصاحبه اعتقاد. الله سمى كفرا وأنت تقول ليس بكفر حتى يصاحبه اعتقاد. وبالضبط بالضبط بالضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقولون الحلف بذاته ليس بكفر ولا بشرك. لما؟ قالوا لابد أن يصاحبوا اعتقاد في تعظيم المحلوف هكا تعظيمي لله جل في علاه. ماذا تفعلون بقول النبي عمر بن الخطاب لا تحلفوا بأبائكم؟ فقال والله ما حلفت بذلك لا ذاكرا ولا أثرا. هو عندهم الأعمال لا تكون شركية ولا يحصل أحد بشرك إن اقترفوا ما لم يظهر ما لم يظهر ما في باطنه، وأنه معتقد استقلالا استقلال الخلق والتدين فيما يعني يصرف له الأقوال والأعمال التي هي من أعمال المشركين. عجيب جدا في هذا الباب إذا اعتقدت في 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 من صرفت له هذه العبادة كالاستغاثة كالتوسل كالدعاء أيضا كالسجود، حتى كالسجود لابد أن يكون طبعا في السجود في كلام عندهم في خلاف، حتى يكون الفاعل معتقد الربوبية في من صرف له ذلك. هذه أم المشاكل بيننا وبينهم في هذا الباب، وأن القوم أتوا بالكفريات والشركيات ثم قالوا ليست بكفر ولا بشرك، وطبعا سحبوا أحكام التشدد والتطرف على الوهابية والتكفير أيضا والتنفير من ذلك والتفسيخ، كل ذلك لمن خالفهم حتى يبان لهم وهم جهلة لا يفقهون شيئا، عندهم جهل مركب. كالأخت التي خرجت الآن ترد والتوسل والخلاف، وهي موجهة، يعني هي أخت متخلفة عن العلم بسنين ضوئية، سحبوها بالثقافة. النسوان أكثرهن الدايات التي قلنا أنتن أحبابي ونحن الآن إلى الجنة وعلى باب الجنة، وفي التقعيد والتقصير يتكلمون للتغرير بالناس وهم أضل من بعير أهلهم، وهن أضل من بعير أهلهم في هذا الباب، يتكلمون في مسائل عقدية وعرة ويقولون دعك من المتشددين الوهابيين. وده طبعا كما قلت الجهل والهوى صنواني متلازماني لا ينفكاني، فخدان المرء في الهلاك، فيسحبانه إلى النيران ويحرم بعد ذلك من الجنان. الله يستر علينا رب العالمين. إذن دعاء غير الله والسجود والركوع والذبح والنذر كل ذلك ليس بشرك،
إلا أن يصاحبه ها يصاحبه اعتقاد. إذا عرف ما يكون في باطن صاحب هذه الأعمال فإن كان فعلا معتقدا ربوبية في من دعا أو سجد له أو صرف له العبادة يكون شركا، وإلا لا يكون شركا. بذاته السجود ليس بشرك، الدعاء بذاته ليس عبادة، ده نداء. التوسل الاستغاثة كل هذه المصائب عندهم في اعتقادهم. وبعد ذلك تأتي تقول ما في دي مسائل خلافية، وتقول أهل السنة هم أهل الحديث والأشعار والماتريدية، قاتل، كلام باطل وجهل فاضح واضح. لكن ماذا تفعل؟ الأغرار الأغمار ينطلي عليهم الكلام، رونق الكلام، المزوق البهرج في الكلام، وهذه مشكلة كبيرة كما قلت. ولذلك أنا كنت صراحة غررت بأخت قلت عنها مبدعة، أخشى أن تكون الآن مبتدعة، لكنها حقا أنا اعترفت بإبداعها، ولكن من أول وهلة قلت جهلة، لازم تتأصل علميا. ولذلك هي تنافح عن المتخلفة الأخرى التي تؤصل للشرك لا للتوحيد، وتحسب أنها تحسن صنعة وهي على هلكة. نريد أن نأخذ بيدها بنعومة، بس بلاش النعومة، النعومة توقعها في الأرض، نأخذ يدها بخشونة عشان تستطيع تنقذ نفسها والمطبلين لها، وللمطبلين لها يعني على كلامها الأهوج. والله الأشاعرة هؤلاء داء عضال، داء عضال في هذه الأمة، داء عضال. نعم. ومن المأخذ أيضا على ذلك أن اعتقاد الربوبية في غير الله جل وعلا في ذاته شرك، سواء صاحبه قول أو عمل، اعتقاد كفري، ده اعتقاد كفري مستقل. سواء قلت استغاثة، توسل، ذبح معتقدا الربوبية في من ذبح له، يكفر بذلك. طب ما اعتقد شيء وذبح، لا ما فيها شيء. توسل قال يا بدوي أغثني، لا ما فيها شيء، ما فيها شيء، نداء، ما فيها شيء، نداء. رأيت القوم كيف يسل كيف يصلون بالأمة إلى الكفريات والشركيات وهم لا يدرون؟ أرأيت كيف يسهلون يمررون الشرك والكفر على الناس ويحسبون أنهم يحسنون الصنع؟ وهؤلاء رأسهم الأصيل المطوحة وميع جمع، صاحب المرجحة الكبير وميع جمع، طرف مش عارفين نقيد، هم طبعا ينزلون تحت مظلة واحدة. ميع جمع يفعل ذلك من أجل أنه يريد تجميع الأغرار الأغمار، والناس بقى الذين يصفقون ويصفرون أمم من البله السفهاء، والمراجيح كثر والموالد أكثر في هذا الباب. وهؤلاء هم الذين يؤسسون لهذه الكفريات. يسري جبر له طوام، يا أم الناظر، هو نفسه طامة، هو نفسه شيطان رجيم. نعم، وراءها أساتذة الموجي وبليك حمدي، ويمكن يكون في طائفة أخرى سنراها بعد كده ميلي بالراحة. هي هذه فأخيرة الأمر هنا أن الاعتقاد في غير الله جل وعلا، اعتقاد ما يكون لله في غير الله بذاته كفر، لا أن يصعبه عمل أو قول أو فعل، بذاته كفر، بذاته كفر. لذلك نقول الذبح، النذر، التعظيم للأوثان، السجود لغير الرحمن، كل ذلك كفر بذاته. لا تقل بأنه لا يكون كفرا إلا باعتقاد، هذا كلام كما قلت المرجئة، كلام أهل البدع والضلالات، مشكلة كبيرة. لم يضبطوا العقيدة في الله، هم جاهلوا بالله ووصفوا الله بالنقص. ماذا سيأتي بعد ذلك؟ العلم الخبري عندهم منحرف، يبقى العلم القصد الطلبي كيف سيكون؟ انحراف أشد. كل ذلك مآخذ على تعريفين بأن الرب هو الإله، الإله هو الرب، فلا يكون إلها إلا إذا كان قادرا على الاختراع، وإن شيء إلا عندنا خزائن. والمأخذ السادس أن ما ذكره في تعريف العبادة ما أشهد أن لا إله إلا الله أقر به ما وقع فيه كثير من الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بهم. أنت ترى انزل طنطة يا مغاربة، انزلوا عندنا طنطة، هلموا، ما البدعة اللي عندنا بدعة عندكم أيضا، انزلوا طنطة وانظروا ماذا يحدث عند البدوي. كنت أنا أذهب إلى زفتة، ما أذهب إلى زفتة إلا بالنزول بالقطار عند طنطة، وبعدين سيارة تحملني إلى زفتة لمحاضرات كانت في الفقه هناك. ولو ترى
لو ترى ما تملي عينك بما. أنا والله قلت رجل طب بين لي أين شارع البدوي، بس الشارع نفسه مكدس ب هذه الحواجز، وأمم أمم يذهبون يتوسلون بالبدوي ويستغيثون بالبدوي ويذبحون هناك. الأمر عظيم ليس بالهين. لذلك أنت ترى بأنهم يعني أباحوا للناس أن يصرفوا العبادة لله. لما يقعد كل واحد يقول لك والكعبة، طب وشرف أمي ورحمة بابا، وهو يتكلم. وطبعا استغفر الله أنني قلت ذلك، والله ما كنت أقول ذلك آثرا ولا ذاكرا، وربي متأسيا بعمر، لكن أنا أشرح الآن، لابد أن أبين للناس خطورة ما نحن فيه. وتأتي تقول لا، يقول لك أنا قصدت تحلف بالنبي عشان أغيظك، عشان أبينك أنك متشدد، ما أنتش فاهم. هذه مش النبي قال لعمري كل لعمري لمن أكل برقية باطل فقال أكلت برقية حق، ونحن أجبنا عن ذلك، ونحن أجبنا عن ذلك. وتراه يشرب بالشمال، هو يريد بس فقط يقول لك والأمر سهل ويسير. الأمر سهل ويسير في أمور الاستغاثة، الأمر سهل ويسير في أمور التوسل بغير ما 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 أباح الله جل وعلا. الأمر سهل ويسير بأن تدعو غير الله جل وعلا. الأمر سهل ويسير بأن تصل في العبادة للبدوي للعباس لفاطمة للحسين. أما دخل علينا المتخلفون الروافض وهم يقولون مدد مدد يا حسين، أما رأيت الولد الذي كتب عن نفسه أنه عبد الحسين، ها؟ وأنا أقول له العبودية لا تكون لله، يقول لله يعني خادم. أنت هتتفلسف، أهو ده ما أخذنا من المنطق، هو والمنطق والفلسفة اليونانية المعتوهة المدهوشة المرزولة المبذولة. الأمر ليس بالهين. يعني هؤلاء يسروا على الناس، يسروا على الناس صرف العبادة لغير الله جل وعلا. مدد مدد يا بدوي، مدد مدد يا حسين. شوف بقى المصيبة اللي جت الآن، هم يقولون المسألة لا يؤاخذ عليها صاحبها إلا إذا كان هناك اعتقاد. ممتاز، الاعتقاد الآن يقولون ما في اعتقاد، يبقى هذه ليست بشرك، هذه ليست بكفر. نقول لهم والله وبالله وتالله لقد خربتم العبادات وسحبتم التخريب إلى الاعتقادات. لأنه من يقول مدد مدد يا حسين، الغوث الغوث يا أبا العباس، ها؟ هذا الذي يقول بذلك لابد أن ينجر الاعتقاد لقلبي أنه يعتقد بأن الحسين سينقذه. وده اللي حاصل مع الروافض، أخبث خلق الله. يقولون لا مرور على الصراط إلا بشق من الحسين، ويقولون دعاء الحسين يا حسين يا حسين يا حسين، الغوث الغوث، أنه ينقذهم يعطيهم يمنحهم. يعني هو، وأيضا هم يقولون بأن علي بن أبي طالب، الروافض يقولون بذلك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن نظرات الكون بيده. وهؤلاء نفس الأمر، نفس الأمر، هؤلاء نفس الأمر. بعد ذلك سار الأمر اعتقادا في الأولياء، ويقولون بالأقطاب، بالأقطاب وإيش والأبدال، وأن الولي برزخ بين النبوة وبين الرسالة، وأنه أفضل من النبي، ويستدلون على ذلك بالخضر، ويقولون هو ولي والحق أنه نبي، ويقولون ارتقى على موسى عليه السلام. ثم يسر الاعتقاد على القلب بعد ذلك بأن ذرات الكون يتحكم فيها الأولياء. أما رأيت صاحب الحقيقة، هذا 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 اليمني المخذول، وهو يقول تصريحا إن الله أعطى للولي القدرة على أن يحيى الجنين في بطن أمه. المتخلفة التي تكتب المنشورات الطويلة هذه، ألا تعلم ذلك؟ أما لها من جواب من هذا؟ نريد في هذا الباب، نريد منهم إجابات، نريد تفسيرات. وهم يقولون الوهابية المتشددة، الوهابية السالفة، وهم قد أضاعوا دين الناس وخربوا عقيدة الناس وشوشوا على قلوبهم. وبعدين ترى بقى شفتم فلان فلان ده بيقول على أعلم أهل الأرض كذا، وبيقول على أهل معالم السرايا. يا أخبية، من الأعلم الآن؟ الأعلم هو من استوت عقيدته، الأعلم من قص انحراف العقدي فكان مستقيما على عقيدة النبي، لأنه الذي ينجو. لأن النبي قال وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذا القوم الآن كما قلت عندما سحبوا أنفسهم إلى الاستغاثة
التوسل وإلى الذبح والنذر لغير الله، وهم يتساءلون بذلك ويطوفون بالقبور ويقولون ما دمنا لا نعتقد فيه في المقبور ولا نعتقد في المستغاث به ولا نعتقد فيه الربوبية، هذا ليس بشرك، هذا ليس بكفر. الشرك والكفر منوط بالاعتقاد، لم يجعل عبادة مستقلة، لم يجعل أفعال هذه عبادة مستقلة، لم يجعل الأقوال والاعتقادات الأخرى هي أن تكون مستقلة بذاتها. لذلك قالوا لا بد من الاعتقاد، فلما فعلوا ذلك انسحب الأمر على الاعتقاد واعتقدوا في الأولياء. وحتى لا يعني لا يكون الكفر صريحا، قالوا والأولياء يحيون الجنين في بطن الأم بإذن الله، كما أن عيسى عليه السلام أحيا الموتى بإذن الله، وأبرأ الأكمى والأبرص بإذن الله. فيقولون أعطاه الله، لأنه فوق النبوة، فوق النبوة. وعندهم شبهات أيضا يتمسكون بها في مسألة العبادة، وأن لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على اختراع أو لا رب إلا الله، تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ونحن سنأخذ شبه ونبين أن هؤلاء القوم جهلهم جهل مركب، جهل عميق، لم يعلموا أصول ولا أسس العقيدة الصحيحة، لذلك اختربت عليهم فضعوا وضلوا وأضلوا. والعجب أن من كانوا على ما عليه رسول الله، نعم يضيق عليهم، بل يضيق عليهم في المطعم والمشرب والملبس، ويكاد لهم وينكر بهم ويحاوى ويتتبع عثراتهم من أجل إسكاتهم، ولن يسكتوا إلا بالموت. والعقيدة أولا والتوحيد أولا. ولذلك قلت التخليط بين الربوبية والإلهية بعدم معرفة التفرقة بينهما والعلاقة في مسألة الاستلزام والتضمن جعل لهم فجوة عظيمة جدا بينهم وبين ربهم جل في علاه. لذلك صرفوا العبادة لغير الله وهم لا يدرون، فنظروا لغير الله وذبحوا لغير الله. وأنا قلت لكم اذهبوا إلى البدوي، اذهبوا إلى الحسين، اذهبوا إلى فاطمة الزهراء، اذهبوا إلى قبر الشافعي، وانظروا إلى الذبح لغير الله، النذر لغير الله، انظروا إلى التوسل بغير الله جل في علاه وأسماء الحسنى وصفات الوالد، انظروا إلى الاستغاثة بالبدوي ورب العزم يكون في الماء ويستغيث بالبدوي، كل ذلك. ويقول طلع سعد صاعدهم المتخلف فقام وقال هؤلاء إخواننا البعدة على على اصحاب العقيده النقيه، عقيده سيد البريه في 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 سيد البشريه في رب البريه. يقول اخواننا البعده ما يعرفوش باننا يعني اذا قلنا يا محمد يعني بان هذا نداء وليس دعاء، لاننا لا نعتقد في محمد انه يعطي ويمنع ويخلق ويرزق. قلنا فقط يا محمد عباده، لان الدعاء عباده، ولأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال بقى المسألة في اعتقاد، قال الدعاء عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم إما أنكم أعلم من النبي أو أنكم أغبى البشر. الشيطان جركم فانجررتم. قال النبي الدعاء هو العبادة، والتأصيل كامل في هذا الباب الدعاء والعبادة. وفي الرواية الأخرى الضعيفة الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء بذات عبادة، لا يحتاج ولا يفتقر إلى اعتقاد حتى تقولوا بأنه لا يكون عبادة إلا باعتقاد. هذا كلام باطل، وهذه تفرقة حادة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الأشاعرة الذين أشاعوا الشرك دون أن يدروا. وطبعا أعظم طائفة من طوائف الأشاعرة الذين سهلوا الشرك على الناس المطحجين أصحاب المراجيح. فلابد أن تنتبهوا. تفضل الأستاذ العزيز يسأل أني تفضل حتى نأتي إلى الدرس الثاني ومنهاج السنة في الكلام على إخواننا البعدة، هؤلاء الرافضة أخبث خلق الله وأضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام. لي أن أغني وأقول الشاه الإيراني طالب دمي وأنا أعطيه له ببلاش، يأتيني فوق الشجرة أو خلف الشجرة إن استطاع إلى ذلك سبيل. الآن اسأل السؤال حبيبي، الآن أنا منتظر، خلاص الدرس خلص، فأنا أريد منك السؤال بقى. لكن المغرب ينتشر فيها السحر أكثر بلاد شمال أفريقيا ينتشر فيها السحر. هل يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج من شخص أيا كانت الأسباب وأيا كانت صفات هذا الشخص؟ لا، ليس له أن يفعل ذلك.
لا ترفض رفضا باتا واستخارت كثيرا لا ليس له، يكون ظالما لها ولا الحق بأن تفسخ العقد، خلاف الحنبية الحابلة والشافعية في ولاية الإجبار ليس له. الطرق التيجانية كل الطرق، احنا عندنا الطرق ده، احنا عندنا مش طرق، عندنا مفازات، مفازات في مصر، ابو حصيرة وام حصيرة واللحاف وابو اللحاف، كل دول مدفونين في القبور والناس رايحين جايين. وده في ذات مرة ذهبوا الى قبر يعظمونه وينذرون له ويذبحون له وجدوا كلبا مدفونا. المسألة ليست بالهينة، وكل ده مع المطوحة. شوف الدكتورة بتأتي بدرر هنا، هل ذبح ونذر واستغاثة غير الله بدون اعتقاد الربوبية بعد يعد ذاته شرك؟ نعم بذاتي شرك، بذاتي شرك، بل هو شرك أكبر مش شرك أصغر. إن ذبح لغير الله فهذا شرك أكبر، إن نظر لغير الله فهذا شرك أكبر. المسألة بقى هنا هل يقع عليه الكفر يكون كافر خارج من الملة، أو المسألة تحتاج إلى تحقيق في مسألة الشروط والأركان وانتفاء الموانع. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.